أحبوا بعضكم بعضا فالفراق لا يعطي إنذارا. اسألوا عن بعضكم فلا أحد يدري متى سيكون آخر لقاء ولا متى ستكون آخر مكالمة. تغاضوا عن الزلات وانسوا الهفوات وتجنبوا المعاتبات فإنها تورث الكراهية. حبوا بعض في حياتكم واشبعوا من بعض فالاشتياق بعد الممات والله قاتل. وتذكروا كلمة طيبة لشخص في حياته والله أفضل من 1000 قبلة على جبين شخص بعد مماته. عبروا عن مشاعركم الآن، صارحوا من تحبون، سامحوا من تكرهون، فإنها دنيا وكلنا منها راحلون. الدنيا مش مستاهلة يا جماعة، والله ما مستاهلة غل وحقد وحسد وخصام، والله ما مستاهلة ظلم وغدر وخيانة وعقوق وقطيعة للأصحاب والأرحام. تصافحوا وتسامحوا، فالحياة قصيرة وفي قبورنا نحتاج من يدعو لنا لا علينا. من الآخر كده، النهاردة بنصلي مع بعض، بكرة هنصلي على بعض، فبلاش نشيل من بعض علشان بكرة هنشيل بعض. اللهم اجعلنا خفيفين النفس لا نؤذي أحدا، واجعلنا طيبين اللسان لا نجرح أحدا، وسخر لنا من يدعو لنا بعد موتنا من عبادك الطيبين. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.